خليني اروح للكابتن هاني الفخراني مدرب عام المنتخب المصري مع باستور طبعا المدرب الاسباني. كابتن هاني الف الف مبروك، اسعدتونا والله النهارده. حبيبي يا كابتن كريم، الله يبارك فيك. والحمد لله، يعني كانت بطولة مهمة، وبطولة كانت جاية في وقت يعني كان فيها مرحلة انتقالية وجهاز جديد، وبطولة مهمة طبعا، مؤهلة للأولمبياد وكأس عالم مع بعض الاثنين. الحمد لله قدرنا بفضل الله نكسبها، ونكسبها بشكل فرحنا جميعا وفرحنا كلنا وطمنا على الفرقة، والحمد لله ألف حمد وشكر. وعايز اهنيكم كمان على المستوى اللي انتوا حسستونا ان احنا يعني مستوى بعيد خالص عن، مع احترامي طبعا لاشقائنا في قاره افريقيا، احنا مستوانا اعلى بكتير من اي منتخب شارك في بطوله افريقيا. والله الحمد لله، احنا يعني الفتره اللي فاتت دي كنت بقول لك ان هي البطوله صعبه. ليه؟ لان احنا كان عندنا اصابات، يمكن طبعا في دودو مصاب مش موجود في البطوله، في أيوة. مثلا الدحلي السريع من اصابه كبيره كانت بقى له فتره بعيد. الناس ما تعرفوش ان كان عندنا مثلا علي زين كان شهر خمسة كان عنده اصابه وفضل فتره طويله بعيد، رجع لعب شويه ورجع تاني مصاب، كانت البطوله برضه مش جاهز 100% وكان بيتحامل على نفسه عشان يلعب ويكون موجود. يحيى الدرع برضه كان عنده اصابه، يحيى خالد لسه راجع برضه من اصابه. ايوه بنوعد الجمهور وبنوعد اسس كره اليد ان شاء الله الفتره الجايه دي هيبقى فيه احسن من كده كمان. احنا الحمد لله بقى عندنا منتخب كبير ومنتخب عنده شخصيه، واحنا تطلعاتنا اكبر من كده بكتير باذن الله الفتره اللي جايه. ان شاء الله النهارده كمان انا بشيد باللعيبه، يعني لعيب في الفرقه، خصوصا محمد علي. النهارده محمد علي ما شاء الله الشوط الثاني النهارده يعني كان رائع، سوبرمان النهارده في الماتش. بس في حته كده في الشوط الثاني لما الفرق السكور قرب 3 اهداف بدانا نقلق شويه، بس على طول قدرنا نوسع الفرق لغايه ما وصل 9 اهداف. هو طبعا الفريق الجزائري فريق محترم طبعا طبعا، بدا يتطور الفتره اللي فاتت دي، يرجع تاني بشكل كويس. بطوله النهائي ده ما جاش بالصدفه، هو بطوله كانت ماشيه بشكل كويس. الماتش نهائي معروف ان هو ما فيهوش يعني الفريق اللي بيقدر يسيطر على الماتش من اوله لاخره بيبقى ليه حسابات تانية، مش موضوع المستوى بس. ايوه هم اتحمسوا في فتره، احنا كان زي ما قلت لك في لعيبه عندنا مش جاهزه 100%، فحاولنا نحافظ على نعمل روتيشن بشكل معين كده في فترات معانا في المباراه، والحمد لله قدرنا يعني بشكل او باخر نتحكم في رتم المباراه ونقدر نرجع في الوقت المناسب للشكل بتاعنا في اللي احنا كنا مخططين له ونعدي بالمباراه يعني الحمد لله لبر الامان. كابتن هاني يعني عايزين نطمن كمان، انتوا يعني زي كنت بتكلم على الاستاذ محمد الامين رئيس الاتحاد من شويه، فقلت له احنا رابع اولمبيات البطوله اللي فاتت، سابع عالم، ابطال افريقيا. المنتخب ده احنا دايما بنحط عليه امال كبيره جدا ان احنا نفسنا ناخد ميداليه بمنتخب الهاندبول. نقدر نعمل كده في البطوله القادمه في الاولمبياد باريس القادمه، ولا يعني انا شايف ان احنا من احسن 3 4 فرق على مستوى العالم دلوقتي من خلال متابعتي ليكوا يعني. لا بص يا كابتن كريم، المشروع الفريق الموجود دلوقتي ده يمكن الجيل ده بيقدم يعني من اكتر الاجيال اللي بتقدم هاندبول بشكل محترم، وفي متعه وفي اداء عالي وفي استمراريه. يمكن احنا يمكن ده اول جيل نقدر ناخد فيه 3 بطولات افريقيا ورا بعض. ايوه رابع اولمبياد، كانت يعني اخر بطولتين عالم كنا قريبين جدا من احنا نوصل للسيمي فاينل، وكان يبقى دور كبير. احنا الفتره دي احنا من مستر باستور يعني الراجل ده يعني راجل حاجه كبيره جدا عالميا، وراجل ليه فكر، وهو مش جاي عشان يعني يشتغل وخلاص. لا الراجل ده من يوم من اول يوم جه فيه قال احنا فريق كبير، احنا نقدر نروح في حته بعيده، ناقص لنا شويه حاجات لو اشتغلنا عليها هنبقى في حته تانية خالص. فاحنا شغالين على كده، احنا من بكره على طول عندنا اجتماعات كده فنيه هنشتغل عشان البروجرام لحد الاولمبياد باذن الله ان شاء الله، ونوعد الناس ان شاء الله باذن الله نوصل بس الاولمبياد باذن الله، ما يكونش في اصابات، ما يكونش يكون الفريق مكتمل. نوعدهم باذن الله ان احنا نكون موجودين بقوه، واحنا رايحين ننافس، احنا مش رايحين نشارك ان شاء الله. كابتن هاني ومتابعينكم دايما كده تفرحونا، يعني منتخب عظيم ولاعيبه رجاله وجهاز فني رائع، منظومه كلها بتاعت الهاندبول يعني منظومه محترمه ومنظمه، سواء على مستوى اتحاد كرة اليد، على مستوى الأندية، حتى على مستوى الأندية، الأهلي بطل أفريقيا، الزمالك بطل كأس الكؤوس، بطولات الدوري قوية جدا، البطولات المحلية، عندنا لعيبة دلوقتي محترفين في أكبر أندية في أوروبا. أنا سامع إن في حد رايح باريس سان جيرمان. طبعا يحيى خالد. يحيى خالد ها؟ هينتقل من المجر لباريس سان جيرمان. لباريس سان جيرمان، وعندنا احنا عندنا لعيبه بتلعب في احسن حتت، احسن انديه في العالم، وهي كمان الكي بلاير بتاع كل فريق فيها. أيوة. مش موضوع اللي هي بتلعب في فريق وخلاص،
الاول عندنا لعيبه صغيره كتير، يعني في حسن قداح لسه رايح كيلسي، كيلسي ده بطل اوروبا برضه من اكبر أيوة. الانديه في هولندا، في مهاب لسه رايح نيم، عندنا لعيبه كتير رايحه في حتت، محمد علي خلاص ان شاء الله رايح لشبونه في في البرتغال هيلعب البرتغال. بقى ان شاء الله شامبيونز ليج وهيبقى موجود الموسم الجاي، ولسه ان شاء الله في ناس تانية كمان طالعه، عندنا في لعيب 2004 راح الدوري الالماني الموسم الجاي. كويس. الحمد لله احنا زي ما انت قلت هي منظومه، والفتره الجايه دي ان شاء الله الدنيا هيبقى فيها تطور اكتر واكتر، ونوصل باذن الله للهدف اللي احنا كلنا بنتمناه. ان شاء الله. بشكرك كابتن هاني، والف الف مبروك، كريم الله يبارك فيك ودايما كده بتفرحونا يعني. حبيبي الله يبارك الله يخليك. بنشكر كابتن هاني الفخراني طبعا، مدرب العام للمنتخب المصري طبعا مع المدرب الاسباني باستور، وحتى الجهاز الفني منظومه، محلل اداء، مدرب عام، مدرب حراس مرمى، مدير فني بيقود المنتخب، كل حاجه ما شاء الله ماشيه بشكل منظم جدا.